المسجد عندنا فضيلة الشيخ قسم مسجد النساء منفصل تماما عن مسجد الرجال، بحيث ان احنا لما بنصلي ما بنشوف لا الامام ولا بنشوف صفوف المصلين، هل تجوز الصلاة وراءهم بصفة جماعة؟ هذا في نفس المسجد ولا خارج المسجد اولا؟ هو في نفس المبنى بس قاعتين مفصلتين تماما بيناتهم كوريدور. يعني قابل واحد؟ قابل واحد. قابل واحد بين الغرفتين، غرفة الرجال وغرفة النساء كوريدور. نعم. وغرفة الرجال الحالية أعلى من طابق النساء، يعني هي طابق أول مش أرضي تقريبا، أنا غلطت عفوا مو طابق واحد. أرضي وطابق أول. نعم، النساء أرضي والرجال أول. طيب لو انقطعت تيار الكهربائي هل بيسمعكم صوت الإمام؟ نعم. طبعا بتضلوا حينئذ ما بتعرفوا شو تسوي. نعم، حتى أحيانا الميكروفون جوا من فوق الإمام ما بنعرف شو نسوي. هذا هو. لا ما بصح. يجب اتحاد المكان. يجب اتحاد المكان. بحيث ما في صوت ميكروفون نقدر نسمعه. اي نعم. يعني لا تخاف. ممكن نشوف صوت من صفوف المصلين؟ اي بيمشي الحال. نحن معناته الصوت عنا مو منتبه لا بالنسبه لرؤيه الصف ولا بالنسبه للصوت. هو كذلك، شوفي هلا لو قيل بجواز الصوره اللي عندك. نعم. راح تمتد القضيه. الراديو. احسنتي، بارك الله فيكي. نعم. راح يكون الشيخ بمسجد النساء في تلفزيون نقدر اذا حطوا قليلا بمسجد الرجال نقدر شو نشوفون. ما بيجوز. وقتها بعمل لكم فيها الكهرباء ما هيك؟ ما بيجوز ما بيجوز. لازم تكوني حقيقيه. اي نعم. طيب شكرا جزيلا. انا اردت انه افكر بزياده عفوا. تفضل. اذا قيل بجواز مثل هذه الصلاة اللي انت عم تسألي عنها حينئذ سيقول قائل راح يسلسلها، تفهمي شو معنى يسلسلها؟ لا ما فهمت شو معناها. يعني من الدار اللي انت فيها الى الدار اللي جوارك ثم الى الدار اللي بعدها والى بعدها، باختصار راح يجوز لكم انكم تصلوا بالامام اللي في مكة. صحيح. بارك الله فيك. امام المسجد فضيلة الشيخ تكلمت معاه ومع زوجته ورفض انه يقتنع بهالشيء هذا. هذه مشكلة، هذه مشكلة لانه